بعضنا بيعمل التمارين مظبوط، بيعمل التمارين الرياضية اللي هو محتاجها علشان يبني كتلة عضلية، ومع ذلك مفيش استجابة، جسمه ما بيبنيش هذه الكتلة العضلية. إيه الأسباب اللي ممكن تكون موجودة ورا ده؟ دي التفاصيل اللي هنعرفها مع دكتور منى عبد المطلب، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. زي ما كنا بنقول، التغذيه جزء مهم جدا من بناء الجسم وبناء الكتله العضليه. ليه ممكن الواحد يكون بيتمرن بشكل سليم وبيعمل التدريبات اللي هو جسمه محتاجها علشان يبني العضلات ومع ذلك الجسم ما بيستجبش؟ ده حقيقي. هو فعلا احنا اوقات كتير بنلاقي المشكله دي، وده بيرجع طبعا ان احنا مش عارفين المفروض ناكل ايه وناكل امتى، لانه تغذيه الرياضيين مختلفه تماما عن التغذيه في اي تخصص اخر. فاحنا عندنا اوقات كده مهمه قوي قوي لازم ناكل فيها، اللي هي يعني بنسميها الجولدن اور او الساعه الذهبيه، اللي هي بعد التمرين مباشره، اول ساعه بعد ما بخلص تمريني على طول لازم اعرف ان انا لازم اخد ساعتها بروتين ونشويات، والنشويات دي تبقى بسيطه. وبندي بقى امثله كده للامهات حتى اللي بتروح مع اولادها التمارين في النادي وكده، انه اول ساعه بعد التمرين لازم تكوني واخده معاكي حاجه زي لبن وموز مثلا، ابسط حاجه ممكن نقولها للام، تديها لابنك على طول في اول ساعه بعد التمرين، حتى لو حد كبير بالغ يقدر برضه يعمل لنفسه العصير ده وياخده معاه مثلا، او نشويات بسيطه بروتين تاني زي مثلا ساندوتش يحط فيه حته تركي، حته صدر فرخه، حاجه كده. تمام. دي اول ما بناخدها بعد التمرين مباشره بيبقى في حصل اجهاد وفقد الجلايكوجين اللي كان يعني متخزن جوه العضله وقت التمرين. طيب لو في حاله زي ما حضرتك قلتي لبن وموز مثلا، لو اخذنا العصير ده في الساعه بعد التمرين، ده بيعتبر حاجه تصبيره لحد ما بناخد الوجبه المفروض طبعاً بعد التدريب؟ تمام. طبعا يعني احنا بناخد ده بس عشان زي ما قلت حضرتك احنا بنفقد وقت التمرين اللي متخزن جوه العضله، الجلايكوجين اللي متخزن جواها، فلما ناخده بعد التمرين مباشره ده بسرعه بيرجع يبني العضله، فيقدر بقى ساعتها الانسان يعني يحصل على الشكل اللي هو محتاجه في العضله يعني. فطبعا ده بالنسبه للتوقيت. في حته ثانيه مهمه جدا، ان احنا وقت التمرين نفسه لازم نشرب المشروب الرياضي اللي احنا عاملينه برده في البيت، يعني نحاول ما نشتريش الحاجات اللي فيها كافيين وحاجات مش يعني مش صحيه من بره. لا ينصح بها. فالمشروب الرياضي خصوصا لو اي حد بيلعب اكتر من ساعه يعني، لكن ساعه ممكن كل ربع ساعه كوبايه ميه ده اساسي. تمام. انما لو اكتر من ساعه انا محتاجه مشروب رياضي، ده بيتعمل ببساطه قوي يا اما بالبرتقال او الليمون، وبيتحط على يعني 2 لتر ميه، عصير الاربع برتقانات وربع معلقه ملح، ده اسمه مشروب ربع معلقه ملح. تمام. ده بسيط جدا وممكن يتعمل، ممكن يتعمل برضو بالليمون، وساعتها بنحط بقى المعلقتين سكر بدل الاربع عصير برتقال يعني. والملح ده عشان الاملاح اللي بيفقدها الجسم لما الواحد بيعرق، عشان الصوديوم طبعا. تمام. الصوديوم كلورايد اللي بيفقد، فده ساعتها بيعوضني فما احسش باجهاد وانا بلعب الرياضه، خصوصا لو انا بلعب بقى حاجات متخصصه شويه واكتر من ساعه. فده بالنسبه للتوقيتات والانواع اللي انا ممكن اكلها، لكن في العادي التغذيه بتاعتي بقى في العادي المفروض ان انا باخد ثلاث وجبات اساسيه ووجبتين في النص. تمام. طبعا دول لازم يكون فيهم كميه كويسه قوي من البروتين، يعني دايما احافظ ان انا اخد البيض واللحمه والزبادي واللبن، دول حاجات مهمه جدا علشان يبقى باخد كميه بروتين محترمه. بلس اللي الناس بقى بتنساه هو حاجه زي البطاطا مثلا، لان دي غنيه بفيتامين الف وفيها الياف كتير. طب هذه النشويات يا دكتور، يعني حضرتك قلتي ان هو بعد التمرين بساعه كويس ان احنا ناخد نسبه بروتين عاليه وكمان نسبه نشويات. البعض بيقول او بعض الدراسات بتقول ان النشويات ممكن تبقى قبل التمرين مش بعد، لان هي بتدي او بتساعد ان يبقى في طاقه في التمرين نفسه. ليه الدراسات فيها اختلاف؟ لا هو ما فيش اختلاف ولا حاجه، بس الفكره ان احنا يعني بنغير النوع، يعني قبل التمرين انا ما ينفعش اكل اكل صلد او صلب يعني، فلازم اخده في صوره سائله، فالنشويات ساعتها بتبقى في هيئه انه باخدها سيمي سوليد او فلود، يعني مثلا حاجه سائله زي مثلا ان انا اعمل عصير برتقال متصفي واشربه قبل التمرين بساعه او بساعتين، ده هيديني كميه نشويات بسيطه سهله قوي تدخل وما تتعبنيش وقت التمرين، لان انا مش طالبه محتاجه هضم وتعب في هضمه. انما النشويات نفسها بقى خلاف الوقت ده لازم تبقى موجوده، بس نشويات معقده، يعني اخد رز، اخد بطاطا، اخد فشار، الحاجات اللي هي النشويات المعقده الناس ناسياها. تمام. دي كلها حاجات اقدر يعني اخدها لذيذه وفي نفس الوقت تديني كميه نشويات الجسم محتاجها. تمام.
يعني بنشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل، وفعلا تفاصيل مهمه، لان البعض بيعتقد انه النشويات انا لو عايز العب رياضه فانا هوقف نشويات تماما، مفهوم خاطئ. برضو ناس بتفكر في عدد من الامور ان هم ما بيهتموش بالتغذيه بشكل كبير لما بيهتموا بالرياضه، الاثنين دول حاجات مهمه جدا نركز عليها. وبالتالي بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور منى عبد المطلب استشاري التغذيه العلاجيه.